السلام عليكم المشاهدين، وتحية لكم كبيرة، نخليكم مع أمي نعيمة. تبارك الله على وليداتي، على المتتبعين ديالي، ومرحبا بكم عندي، وراكم كتبعوا منكم البدوية، وراكم في القلب كلكم صغير وكبير، وتبعوا منكم نعيمة مازالت تعطي ومازالت جاد باللي قدت عليه، اللي عرفته واللي ما عرفتوش غديروا، وراه عندي أمي وراهم قالوا لي خصنا الترين، وراني ما قديتش نقول لهم لا، دابا غندير لهم التيدي ان شاء الله الا كان مكتب. وهذا الشريف هذا راكم عارفين، وهذا اللي كان عندي نهار العيد، راه كان عند واحد الفاميلا ديالو في فاس، ودابا راه جا عندي ضايف، ويقدر يجلس عندي، يقدر يمشي اللي بغى يديرو، ولدني يجلس عندي مرحبا بي على الراس والعايدين، ويخدم معايا وليدي تنساليو هاد المهنه. بارك الله فيكم. لا لا، السلام عليكم، تحيه للمشاهدين. حبيب عليا، هاي عيطتي لالا نعيمه، وراه قالت لك خصها سيدي انا اللي نصب لها النصيب ديال بكري، ما عرفت كي غيجي هذا النصيب. كيما جا ناكلو، وقيلا غيقبلوا عليا الصلاه عندي. يجي غزال ان شاء الله. تحيه لكم المشاهدين، الله يرضى عليكم. سيمو نعيم، تحيه للمشاهدين، واش نقول لهم؟ تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم المشاهدين، وانا اليوم راه كاين عند امي نعيمه. مرحبا. وراه فرحانه بيا. مرحبا 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 هنا. بارك الله فيكم. يوسف يوسف. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تابع امي نعيمه، حنا كاملين مع امي نعيمه. عمي حميد. عمك حميد اسيدي، تحيه للمشاهدين وتحيه بزاف، خارج الوطن وداخل الوطن. دابا البدويه راه قالت لك اسيدي بغا دير لنا هاد التريد، هاد التريد انا ما عمرني ما شفتو، وعمرني عرفتو. انا كنقول لها ديري لي الخبز مركوسه بالنخاله، ولا اعطيني شي حاجه اللي تشبعني. دابا شنو غادير اخاتي؟ دابا غندير التريد. عتجني هو الاول. بسم الله. اي والوالده غتنصب لي. انا نقول بسم الله. اه بسم الله بسم الله بسم الله، صلات عليك يا رسول الله. دابا الوالده راه غتنصب لي حداها. ايوا انا قبلت هي البركه، المصيبه هي البركه ديالنا. فيما حطت يدها تتنزل البركه، وبركه ساعه عظيمه. بقيت عجين بقيت نقلت، ملي قبلتيني هذا النهار ندير خاطرك. مرحبا. ايوا ها انت والله هي المصيبه، ومشات تيسرت لي الخلصه، وجاب الله شي نصيب الا تنصيفتك لمكه. يا تغسلي ذنوبك. على حساب هاد البدوية اللي وليت معاها الأولاد وعطيتيها لي، والله تندير معاك فوق زوين. فين المعمي؟ واش فين المعمي؟ شنو هو المعمي؟ ماشي بحال المطلوع، تيطفيوه بالبيض. اه ايوا شوفي كتسمعي انت، في عمرك 80 عام وغا كتسمعي انت، راه كتصنعي ولا تسمعي انت؟ تسمعيها تقول مولات 20 عام ولا. وخلينا دابا المتتبعين، خليهم هذه غير انت بركه، شنا تنزوق جات والله الا جات بالله. ايوا حنا عندنا راه الجمعه خصنا نديرو سكسو. يوم كيما درتي؟ ايوا حنا عندك شي بورما؟ الضياف قالك بغاو التريد. ايوا تا هاد العشيه غادي التريد. ايه نعديهم غيلا الا صدق لي غنورينو، لا ما صدقش ردوه طياب عادي. اي والله الله يوفق. بلا لا درتي نص دجاجه هو الاول. ايوا كيديروا الناس الدجاج هو الاول. عاد تتقرضيها ديال البصله. ايوا لا النصيب ديال بكري هو هذاك. واش اللي كتعجن من ربعه رجليها؟ هي عاوتاني اخرى كتنصب. كلشي زعف. كلشي راك عارف. دابا البدوية هدا التريد. اه كتصاوبيه بلا ديك القنبورة ديالو اللي تيخبزو فيها. خلاص كلش القنبورة نديرو. برافو عليك. نديرو على الكوكوط، نديرو على الطاجين. برافو عليك. اه علي علي، نشوف
والله انت الا خصك تزاري اه لا لا دير دير ولا لا راه حار مكثرش منه حرقه اللي داير فيه السودانيه نزيد بس العمل بس كريش بيه كاين شي فاش نساعدك نسيبه نساعدك واخا تنصب وفدا ديرها للفرن لا انت غتنصبي لنا طنجير العريس غاكو كوطلي ولا يديها انا ما فيا لا ما ينوض ولا ما يقعد انا انت كل شيء ما حطيتوش مليح ها هي ها الملح ما طلبتي بعيد طلعت مرة عدل والله من يبيحها كاس الزيت نزيد نزيد شوية ها درتي كاس بارك بارك زيت البلدية مجهدة حاولين نسيبه الله يزين الصنع درتي البزار والسكنجبير والخرقوم والملحة وكاس الزيت دير لكم مطيشة ديري مطيشة لا نحكو مطيشة غير دير رقيق تقرد بكري كي دايره الشليده غير قيوقه مطيشه تتقطعها غير قيوقه ايوه عباس تقلى بارك الله سالي 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 العجينه خالص سالي دابا حنا غندوزو الخبز ان شاء الله وغتابعونا ان شاء الله باش ديريها كويره صغارين دابا غندير له هكا باش غت باش ان شاء الله غتابعني نيس الله يرحم والديك البدويه ديري لي قريصه ويلي يا ويلي شرب الصخر دي قريصه هذه الطريقه عمرني ما شفتها البدوي عمرك والله يوم ما عمرني شفت هاد الطريقة لا كنعرف انا الطاجين ديال داك سميتو ديك القنبونة ديالو تا تنشوفها في تنشوفها في الصفارين وجيت مولاي ادريس ايوا جايب القنبونة ديالو فهمتي ولكن انت هاد الطريقة الا فطريتيها تديريها على ظهر الكوكوط ما هادشي جا واعر هادشي ايوا جيب لي ديك تبارك الله حيجة جيب لي ديك التريد ديال الكوكوط ديال الترادة كيقولوا له الترادة يقولوا له كي تقولوا له امي طباخ طباخ دابا ولاو كيتباعوا في كل جهه موجودين الناس البلاد ايوا انت بابا يا امور سهله تجيبي لنا بلي شي تريده لا كاع كوكوطات عندنا موجودين دابا كتعجبني كتشوف زياده تخيل سيدنا هتسك كتر قلبك هاد الكوكور في البلاصه تتشحطها بقي على راسي طاجي طاجي ما كطيب عليه يومين في البلاصه هاد الكوكوط حاميه ايه يا وليدي الله يعطيك ضروري تكون رقيقه بحال الورقه البسطيله كتكون بحال الورقه البسطيله يا كي تنفهم كتفهم واخا ما قاريش يفهم قال لك اللي كيفهم احسن من اللي كيخدم مو نعيمة ديال تقصر بزاف
قال لك اللي تيفهم دارك في الهم. يلا شد معايا منها، انا نبقى نخدم انا ولدي في السفاري. طاقية كيديرو طاقية. شادي جات زوينة مجنبة. إيوا مين تلاقيتني؟ كتشوفني كالموت. ودي شوية لا نزيد الطبلة حدير. ها انتي زيد يا. علاش حامية؟ تعذب. ربي يعاونك على شغلك يا لالا نعيم. آمين. عذابك راحة. آمين. عذابك راحة ليا. تبقى بالكوكوت. أي أنا نبقى بالكوكوت لالا نعيم. أجي ولدي أجي أجي زيد معايا هذي. تسنى يا لالا. يلا يلا هذا زيد شويه. راكي تقلبتي هذا مزيان. لا ما تخافش ماشي مشكل. برافو عليك سي منى. دوي. بالله. فوالا. اوبا لا. دابدول. والله يعطيك الصحة وليدي بصراحة والله إلا شدني. تديرو لها دابدول. والله إلا شدني بالله. هادي طاير نبقاو نديروه ديري مع الكوكوت ان شاء الله. خصنا نذبحو شي فروج بلدي البدوية وديري لنا بالدجاج بلدي. إيوا ان شاء الله. كيجي مزيان بالدجاج بلدي. إيه. ولا بالحمام. إيوا الحمام خلاص. طير الحمام وفرق الحجل. ولا قصحو القلوب دابا الرحمن نزل. دابا الرحمن نزل. يا بابا احمد يلا يا مولاي راه غسل يلا هذه راه ما تفهمش هاي اوه لا ماشي مشكل ماشي مشكل حط هي الآلة ولا بالك كيف جاتك الطريقة عامل حالك؟ بلاصة من سيبها الشي تاني كي طيب نطيب في البلاصة ودابا حنا كملنا التريد اللي بغاتو الوالدة والضياف هو هذا التريد ديالكم نعيمة ها انتوما ها انتوما كي كيش ها الله يعطيك الصحة يا بنيتي ها انتوما الله ينورك الله ينورك كي هذا التريد هذا الاسم هذا الاسم هذا الاسم هاك يا ولدي هذا هو التريد ديال الكوكوط دابا غنسقيو بالدجاج الوالده طلباتو لنا ايوا هذا هو خليناها على خاطرها راه تبارك الله على خاطرك تبارك الله التفصيل عامر الله يخليك على خاطرك نسوا المشاهدين ديالنا امين يا ربي امين لا فرحكم امين الله يرضى عليكم الله يخليك كتفستوها خالتي ايه غنفتوه باش نسقيو ان شاء الله ان شاء الله دابا هذا التريد مفتت هي مسقي بحال شغل الملاوي ولاني ماشي بحال الملاوي هو بطريقه اخرى هو رقيق تيجي داير تبارك الله بحال بحال الورقه مورق ايه لا لا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه ايوا عييت مشي شي فيكم ولا عيش معايا الله يسهل عليك الله يسهل عليك امين والله يشافيك امين طلب معايا غير الشفاء الله يشافيك الله يشافيك ما كنطلبوا منك حتى حاجه تعطيها لنا الله يشافيك غير ولادك امين 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 حتى انت الله يطول لي عمرك ويخليك تدبب وليداتك انت وجميع المسلمين امين وكنطلب الله هاد البنيات اللي كانت محنوع عليهم ويخلفوا لنا ما ضاع ان شاء الله وهذا الشيء اللي كنعطيو لهم صغيرين يردوه لنا ملي نكبروا ان شاء الله ان شاء الله لا بغى الله ما بغاوش يردوه ولا كنشوفو كديري الخاطر لامكم ما ديتش علاش ما ايوا دبر راسهم ايوا ما عرفو كلشي سالو فات عاودهم اولادهم عاوتاني عبدوهم ايوا دابا خالتي ودابا هذا هو التريد ديالنا ها هو وجد
قالنا ان شاء الله غندوزو نكرمو راسنا. عتقي عمي حميد راه دابا قال لك جاع سيدي جيت شتونا شتونا سكت كاع جاني النعاس كاع انا بقوة الجوع والله بسم الله وغتزوقي لنا بالبيض بالبيض ولا لا دابا انا عرفتك كتبغيني ايوا شنو ماشي راك عزيزو كنبغي كلشي انا ما عنديش الفراق لا لا الله يرحم الوالدين ايوا شكريني المرضية شكون والله الا امي انت لا طيابك جا زوين ايوا تاكلي دابا يجيك لذيذ لا والله الا ذقته والله الا زوين الله يعطيك الصحة والله تاكلي عليه صبيلاتك لا يعطيك الصحة الوالدة واش نبداو شي بحال هاك الضيف ديالنا مرحبا بسيدي حميد عمر انت دابا ما طيبتك لا لا الله يرحمك الوالدين الله يسلمك انت تدعي لي شكرني الله يعطيك الصحة على المشاهدين ديالنا هما كيشوفوني الله يكثر خيرهم واعطيهم شي دعي واعطيهم والله يرضي عليهم امين والله يعمل لهم القطة ديالنا يا ربي والله يرضي عليهم وتشاورهم دعي معاهم اللي يهز اعلامهم دعي معاهم ربي هو بوادهم امين ويكون في اكتافهم وحنا مراعيينهم كيعطي يدعي معانا وكندعي معاه امين الله يرضي عليهم ويكثر خيرهم والله يحفظهم لينا الله يكثر خيرهم وبلا بهم ما كاينه حتى حاجه اه هما كلشي الله ينقي الشر من طريقهم هما كلشي الله يدهرهم من عند الله اللهم طلعوا لك العلم المشاهدين لا طلع والله غير اللي طلع علمهم ان شاء الله وعلي صورهم ويحل كلامهم الحمد لله شكرا لهم بزاف يا لاله نعيمه راه كتقول لنا ايوا ما كاين حد براني كاين غير حبيب والقنديل غير حبيب والقنديل ايوا دابا غندوزو نسقيو الوليدات ان شاء الله هنا وهذا هو الدريد اللي داز على الكوكوط ولاني انا كنديرو على الطاجين الكذوب على الله حرام ولاني وليدي قال لي خصك ديريها امي مع الكوكوط تحيه ليه هو اللي عطاني الطريقه للكوكوط انا كنديرو على الدار ديال الطاجين قال لي الكوكوط حسن والطريقه ديالو خرجتني الله يعطيه الرضا وتبارك الله عليكم وراكم في القلب وتابعونا مازالين نعطيكم عش قدينا ان شاء الله وتحية للمشاهدين وتابعوا من عمارة باقا تعطيكم ان شاء الله يا رب عمي حميد تحية للمشاهدين وتحية بزاف وتابعونا ان شاء الله ومازالين نعطيكم الوصفات المزيانين يلا السلام عليكم اخوتي لالا ايوا الحليب ديالي باش عجبك هادشي اللي ما عجبكش غزال الله يعطيك الطيار ديال المي مال كبيره هي عندها 80 عام هي نصبت وحنا عجننا هي نصبت وانا عجنت ومنعم عاوني في خدمتي راه ثلاثه الناس مشاكين الشراكه راه كاينه راه ثلاثه الناس مشاكين في هذيك الساعه ولكن البركه ديال لاله زهره الشريفه ايوا لاله الله يحفظك جبتي البركه نسيبها بركه وانا كندعي للمشاهدين ديالي امين كثر خيرهم والله يخلف عليهم الله يقوي رزقهم يقوي الصلاة للنبي انا كنتبع عيونهم الله تحية لكم المشاهدين والسلام عليكم